في الحمل الدكتور هيطلب من حضرتك تحاليل وفحوصات كتير. هل التحاليل والفحوصات دي ليها لازمة ولا زيادة شويتين واحنا محبكين الموضوع؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. وعشان نتكلم عن أهمية التحاليل خلينا نستعرض تحليل ونشوف لازمته ايه وهيفرق معانا ازاي في حالتك وفي حالة الجنين. التحليل الاول تحليل البول. تحليل البول يمكن هتلاقي الدكتور بيطلبه منك كذا مرة على فترات متباعدة من الحمل، وده علشان كذا حاجة. اول حاجة تحليل البول ممكن يقيم ان كان عند حضرتك زلال في البول اللي هو بروتين في البول، وده ممكن يكون علامة على وجود بدايات تسمم حمل. عشان كده كمان هتلاقي الدكتور بتاعك في زيارة متابعة الحمل بيقيس لك الضغط كل مرة عشان خاطر يتأكد ان ضغطك مش عالي. لو لقى ان ضغطك عالي ممكن يطلب منك تحليل بول عشان نتأكد ان مفيش زلال. وهنا عايز اوضح نقطة برضو، زلال في البول ملهاش علاقة بالزلال بتاع البيض، لان في ناس بيتخيلوا ان الزلال بتاع البول ده بيجي لما تاكل زلال بيض. الكلام ده خرافات. زلال البول ده حاجة تانية خالص، علامة على وجود مشكلة معينة الدكتور بتاع حضرتك هيتعامل معاها. لو تحليل البول وضح اذا كان في صديد في البول او التهابات مسالك بولية، نقطة اتكلمنا عنها في اسبوع من اسابيع الحمل اللي فاتت، وقلنا ان هي ممكن تأثر على الجنين وتخليه يحصل ولادة مبكرة وتسبب مشاكل تانية اتكلمنا عنها قبل كده. لو في زلال في البول او لقينا ان في بشكل او باخر ان في بدايات تسمم حمل، فاحنا هنغير خطة التعامل معاك بشكل نهائي والجدول بتاع حملك. عشان كده ضروري جدا ان انت لما الدكتور بتاعك يطلب منك تحليل بول تعملي ايه. اما بقى عن التحليل التاني فتحليل الفصيلة والار اتش بتاعت حضرتك. ايه الفصيلة بتاعتك وهل هي موجبة او سالبة؟ الناس بتبقى متخيلة ان الفصيلة دي مهمة اخر الحمل بس عشان خاطر يشوفوا لو هيتنقل لك دم او لا، بس ما يعرفوش ان الفصيلة بتاعت حضرتك لازم تتعمل اول ما نعرف في اقرب وقت ممكن من الحمل. ده لان حضرتك لو انت فصيلتك سالبة وجوزك فصيلته موجبة، فلازم لو حصل نزيف وقت معين من الحمل تاخدي حقنة الار اتش. عشان خلي بالك حقنة الار اتش دي كمان اللي هتاخديها لو انت ار اتش نيجاتيف وجوزك ار اتش بوزيتيف، او انت سالبه وجوزك موجب. عشان ما تقولوش بيتكلم بالانجليزي الدكتور ما بيفهمش، لو حضرتك فصيلتك سالبه وما خدتيش الحقنه بتاعه الار اتش، فعايز اقول لحضرتك على حاجه، ان انت في احتمال ان البيبي الجاي يحصل فيه مشكلات. فارجوكي لا تبخلي على نفسك بان انت تعرفي فصيله دم حضرتك ايه، عشان لو حصل لك نزيف في اي وقت من الحمل او اتخبطت ببطنك الدكتور بتاعك هيبقى ليه طريقه تعامل ثانيه مختلفه تماما، وكمان هيبقى فيه شويه تغيرات كده في خطه متابعه الحمل. فارجوكي ارجوكي ارجوكي فصيله مهمه، خصوصا كمان لو احنا احتاجنا دم بعد الشر في الولاده يبقى عارفين فصيلتك ايه. النقطه الثالثه صوره الدم الكامله. يا دكتور وانتوا عايزين صوره الدم الكامله في ايه؟ عايز اقول لحضرتك ان واحده من اشهر المشكلات اللي بتحصل في الحمل هي انيميا الحمل، وده عشان خاطر اسباب كتير مش وقت ان احنا نتكلم عليها. بس اللي عايز اقول لحضرتك ان احنا لازم نعمل صوره دم كامله، او على الاقل نعمل هيموجلوبين عشان نتاكد ان هيموجلوبين حضرتك كويس. خلي بالك ان احنا في صوره الدم الكامله بنشوف حاجات ثانيه زي مثلا عدد الصفائح الدمويه عشان نعرف ان كنت هتقدري تتعاملي كويس مع اي نزيف بيحصل اثناء الحمل او مع الولاده بعد الشر عليكي، وكمان نتاكد ونبص على كرات الدم البيضاء ونتاكد ان هي مش عاليه عشان نشوف ان حضرتك ما عندكيش اي شكل من اشكال التهابات زي التهابات المسالك البوليه اللي ممكن بعد الشر تسبب مضاعفات تانية مشكلات تانية. انا مش عايز اخوفكم، بس صوره الدم الكامله برضو مهمه في الحمل. التحليل الرابع، ممكن الدكتور بتاع حضرتك تلاقيه بيطلب منك تحليل اسمه تي اس اتش اول ما يعرف ان انت حامل. وانت تستغربي طالب لي ليه تحاليل خاصه بالغده الدرقيه؟ ده عشان خاطر لو في خلل معين في الغده الدرقيه ده ممكن يخلي فرصه حضرتك ان يحصل لك اجهاض اعلى شويه، وحلها بسيط وسهل. لو لقينا الارقام فيها مشاكل فاحنا بشويه ادويه بسيطه نقدر نحل المشكله. فارجوكي ما تبخليش على نفسك بان انت تعملي تحليل بسيط يقلل بشكل كبير قوي من فرصه حدوث مشكلات في حمل حضرتك. التحليل الخامس سكر الحمل. عايز اقول لكم ان تحليل السكر ممكن نعمله في اكتر من ستيشن او في اكتر من مرحله في الحمل، منهم ممكن يكون تحليل صايم وفاطر، تحليل تراكمي، بس انا هنا بتكلم على التحليل اللي بيتعمل من الاسبوع ال 24 للاسبوع ال 28، وده اللي بيحدد ان كان عند حضرتك سكر حمل ولا لا. وعايز اقول لك ان سكر الحمل ممكن يجي لك حتى لو انت ما عندكيش سكر عادي، وعايز اقول لك ان انت ممكن يكون عندك سكر ومش عارفه. عشان كده هتلاقي الدكتور بيعمل لك برضه تحليل سكر زيه اول الحمل عشان يتاكد ان حضرتك ما عندكيش سكر، لان السكر ممكن يكون عندك وانت مش واخده بالك. بقول اهميه التحليل ده ليه؟ لان التحليل ده اللي هو في الاسبوع ال 24 لل 28 ده بتاخدي فيه سكر، يعني بيبقى احيانا يعني مقرف بالنسبه لك، فبالتالي انت بتبقي رايحه التحليل وانت اصلا قرفانه من نفسك ومش حابه التحليل، وبتبقى الشكوى منه كتير لدرجه ان في بعض الحالات تقول لك انا مش هعمل التحليل ده. بس التحليل ده مهم خصوصا لو حضرتك جالك سكر حمل قبل كده، او جبتي بيبي كان كبير شويه في وزنه لما جيتي تولديه، لان خلي بالك انت ممكن يكون كان عندك سكر حمل وانت مش عارفه. طب يا دكتور ما انا كان عندي سكر حمل ومش عارف ايه اللي هيحصل؟ ما انا برده ما اعرفش. لا يحصل كتير. اول حاجه ان احنا نعرف ان في سكر حمل، ده جدول حمل حضرتك بيتغير كله، لان خلي بالك لو في سكر حمل فده في فرصه اعلى شويتين لحاجه اسمها الاي او اف دي، او فرصه الموت المفاجئ للاجنه في
في الارحام اخر الحمل، وبالتالي الليميتس بتاعتنا وفرصه الانتظار والمتابعه بتاعت اخر الحمل بتختلف لما يبقى عند حضرتك سكر. كمان لما نيجي نمشي على ادويه ونكنترول السكر ده هيفرق بشكل كبير قوي في الاوتكم بتاع حضرتك كصحيا والاوتكم بتاع البيبي. وكمان احنا محتاجين نحافظ على وزن البيبي عشان فرصه حضرتك في الولاده الطبيعيه تكون افضل وبجوده احسن، ده اللي احنا عايزينه. فتحليل سكر الحمل ضروري جدا ان انت تعمليه، اوعي تعملي في التحاليل ده كان شق من التحاليل اللي بتحصل خلال الحمل. في تحاليل تانية اكتر بتحصل عند الولاده، في تحاليل تانية ممكن تتزود لو عند حضرتك حاله مرضيه معينه او تاريخ مرضي لحاجه معينه. فعشان كده ما تنزعجيش من التحاليل لان كل تحليل وليه قيمته. هنبقى نعمل فيديو تاني ان شاء الله في الاسابيع اللي جايه نتكلم فيه عن التحاليل بتاعه ما قبل الولاده واهميتها لانها برضو كبيره شويتين. طب يا دكتور يعني ليه التكاليف دي كلها؟ لا تكاليف يا سبوري، لا ده انا عايزك تبصي في الفيديوهات اللي فاتت على السونار اللي بيتعمل في اول 3 شهور واهميته، والسونار اللي بيقولوا عليه الفور دي اللي بيتعمل في الوقت ده برضو اهميته. عايز حضرتك تشوف الحاجات دي كلها، والحاجات دي كلها مش رفاهيات، الحاجات دي ضروريه جماعه. متابعه الحمل، متابعه الحمل ايه؟ الطب بشكل عام هو مكلف، فاما ان احنا لو احنا هناخد سكه البرايفت ونتابع حمل بره في عيادات خاصه، اما ان احنا نمشي على المقاييس دي ونبقى قادرين ان احنا ندفع الفلوس، ولو مش قادرين ما فيهاش اي عيب ولا فيها اي مشكله، بس نتابع في مستشفى حكومه او وحده صحيه قريبه ليكي هيعملوا لك نفس التحليل دي تقريبا بمبلغ رمزي او مجانا تماما. فارجوكي ما تبخليش على نفسك ان انت تتابعي حملك عشان خاطر صحتك وصحه الجنين غاليه علينا. يعني انا حبيت اتكلم على الفيديو ده كجزء من اسابيع الحمل عشان دايما يبقى قدام الحامل اهميه التحاليل والفحوصات اللي الدكتور بيطلبها، وما تعتبرش ده شكل من اشكال الرفاهيات. نيجي بقى نتكلم على البيبي، ده شكل البيبي جوه بطنك الاسبوع ده. لو قربنا شويه ده هيبقى شكل البيبي، ممكن تاخديه سكرين شوت عشان خاطر لو حابه تحب في البيبي او حاجه براحتك. يعني البيبي دلوقتي لو حسبنا طوله هيبقى حوالي 26.7 سنتي من راسه لحد اسفل قدميه قد الجزره. يعني في هذه الاثناء هيغطي جلد البيبي بتاع حضرتك طبقه من الشعر الخفيف، الطبقه دي هتساعده بشكل كبير قوي في الحفاظ على درجه حرارته، وليها اهميات ثانيه مش وقته ان احنا نتكلم عليها. عايز اقول لحضرتك ما تشغليش بالك بالطبقه دي لانها ان شاء الله غالبا هتختفي قبل الولاده. عايز اقول لحضرتك ان البيبي في الفتره دي ممكن يتفاعل مع الاصوات المحيطه خصوصا العاليه منها والدوشه، فلما تخشي فرح او صوت عالي او حاجه ممكن تلاقي الحركه اختلفت شويه. فلو محدش بيسمع صوتك لما بتغني عشان صوتك مش احسن حاجه، فممكن يكون البيبي دلوقتي بيج فان لحضرتك. فارجوكي ارجوكي ارجوكي حافظي ان انت تسمعي البيبي دلوقتي اصوات تكون مالوفه ليه ان شاء الله لما يتولد بالسلامه، فلما يسمعها يفتكر ذكرياته فيهدى. نتكلم بجد شويه، عايزك من دلوقتي تسمعي البيبي حاجات زي القران، تكلميه انت ووالده وتحكي له قصص عشان خاطر ده وقت البيبي ممكن يبقى فيه ريكوجنيشن للاصوات، وبالتالي ممكن يتعرف على اصواتك احسن انت ووالده بعد الولاده. فابنوا مع البيبي بتاع حضراتكم بوند من وهو في بطن حضرتك. اتمنى يكون الفيديو ده جاوب على شويه من الاسئله اللي بتدور في خاطر حضرتك. لو عايزه تسالي اي سؤال حابه يكون الاجابه عليه جزء من فيديوهاتنا اللي جايه، سيب لنا السؤال ده في الكومنتات. ولا تنسوا الوالد من صالح دعائكم بالرحمه والمغفره والجنه، والوالده بالصحه والعافيه، ونشوفكم على خير ان شاء الله.